احتفلت راهبات الدون بوسكو للسالزيان في الأردن بانطلاقة يوبيل 125 عاماً على تأسيس إقليم الشرق الأوسط لراهبات السالزيان، وذلك بقداس إلهي أقيم في كنيسة كلية ترسنطة، ترأسه المطران مارون اللحام مطران لاتيني في الأردن، بحضور المونسنيور روبرتو كونا المستشار في السفارة البابوية وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة والراهبات. وتحدث المطران لحام في عظته: إننا نفرح اليوم ونصلي ونحتفل بمناسبة سعيدة، وهي ذكرى تأسيس إقليم الراهبات السالزيان في الشرق، وروحانية الدون بوسكو وصورته تضاف للاحتفال، والتي تبناها عشرات الآلاف من الرهبان والراهبات. من الجمل الشهيرة لدون بوسكو جملة باللاتينية: داميكي أنيماس شترا تولي، وترجمتها: أعطيني النفوس وخذ الباقي. وبتعبير عصري نقول: أعطني ما هو مهم وخذ ما هو ثانوي. هذه الجملة هي فحص ضمير لنا جميعا، ليس فقط للراهبات السالزيات، فحص ضمير حول ما هو مهم أو أساسي وما هو ثانوي. نلاحظ في حياتنا اليومية أن الأمور الثانوية تأخذ معظم وقتنا، وذلك على حساب ما هو أهم وما هو مهم وما هو أساسي، وغالباً ما يكون ذلك عن غير وعي. السؤال إذن هو: ما هو الأساسي؟ ما هو تعريف الأساسي؟ الأساسي هو العمل على خلاص النفوس وتجنب الحكم على الإنسان، أي إنسان، لأن كرامة الإنسان آتية من كرامة الله الذي خلقه على صورته ومثاله. وخلال القداس جددت الراهبات نذورهن الرهبانية شاكرات الرب على كل ما منحهن إياه. وأعربت الأخت لينا أبو نعوم الرئيسة الإقليمية لراهبات السالزيان عن عميق شكرها وامتنانها للأردن، وقالت: الشكر للأردن الحبيب الذي استضافنا وجمعنا وفتح لنا أبواب خيره، ونحن لهذه الأرض مخلصون بمؤازرة شعبه، لا سيما الشباب الصاعد. فليت الزمن يعود يوما بسلامه، بانفتاح حدود دولنا، بالتآخي، بالتواصل بين جنسياتنا العربية المتنوعة وبين تنوعنا الثقافي والحضاري. نحن اليوم في صلاتنا نذكر أولاً شهداء هذه الأرض وشهداء دولنا جميعاً. نعتبر احتفالنا صلاة واجتماعاً من أجلهم. نشكر بصلاتنا جلالة الملك وسياسته المعتدلة والجامعة. هذا البلد المضياف قدم لنا الكثير، ونحن بعملنا ورسالتنا نرد الجميل. بركة يسوع من خلالكم آبائنا تحل علينا، وليكن ليوبيلنا استحقاقات كثيرة نجدد فيها أنفسنا ونسير مع الشبيبة في دروب القداسة السالزيانية. وبعد القداس الاحتفالي انطلق الجميع إلى مسرح كلية ترسنطة للمشاركة بأمسية ترانيم قدمت خلالها الراهبات ترانيم ميلادية شاركنا الحضور خلالها خبراتهن الروحية. Madre di misericordia,
fortezza, speranza nostra. Salve, salve Regina. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime. ثم أحيت الفنانة اللبنانية كاتيا حرب الأمسية بمجموعة من الترانيم المميزة والتي تفاعل معها جميع الحضور. المسيح ولد فمجدوه، المسيح أتى من السماء. See.